أنا رضوان بوهيدل. أوكي، معنا الدكتور رضوان بوهيدل صاحب مقال غزوة موسكو كما قلت قبل قليل. دكتور بوهيدل مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أخي قادة وكل مشاهدي أيضا شروق نيوز. أهلا رضوان. طيب أستاذ رضوان بوهيدل، ما يعني لماذا برأيك أربكت هذه الزيارة ونتائجها الخصوم وأخرجتهم إلى العلن؟ البعض يتحدث يعني ينتقد الزيارة، يبحث عن أي غلطة فيها، يتصيد أي تصريح هنا أو هناك، صورة هنا أو هناك. يعني من أزعجهم نجاح هذه الزيارة من وجهة نظري؟ لا، هو أزعجهم أولا هو فشلهم في إلغاء هذه الزيارة، هذا هو الإزعاج الأول. وما أرقهم نجاح الزيارة، لأنه الزيارة أتت بثمار للجزائر. نحن لسنا مضطرين أن نعجب الجميع، وإرضاء الجميع غاية لا تدرك، وليس دورنا أن نرضي الجميع. هذا شيء معروف، هذه علاقة دولية وهذه براغماتية وهذه مصلحة، وهناك أيضا شق فيه كما قلنا مرارا، شق فيه صداقة مع روسيا الفيدرالية. الأكيد من يستصمع الغرب ستزعجه الزيارة، سيحاول التشويش عليها، مع العلم أننا لم نصطف مع روسيا، بل بالعكس نحن على نفس المسافة، سواء مع الولايات المتحدة أو روسيا أو حتى أوكرانيا في حد ذاتها. والدليل أنه الجزائر اليوم ستلعب دور الوسيط ما بين روسيا وأوكرانيا في سابقة تاريخية، بعد أن قبل بذلك أيضا ورحب بذلك الرئيس الروسي. هذا الأمر يعني ما شفناش مع دول أخرى، لذلك هم منزعجون لأنهم لم ولن يحققوا ما حققته الجزائر. لا، وهي في النهاية أستاذ بوهيدل السياسة نعم. قائمة على المصالح والبراغماتية. يعني اليوم نشاهد وزير الخارجية الأمريكي في الصين مثلا، يعني التي يعتبرها الكل على أنها عدو ومنافس، ورغم ذلك التبادلات التجارية بين بكين وواشنطن كبيرة جدا، ووزير الخارجية موجود هناك، وكانت آخر حادثة هي حادثة المنطاد والتجسس وغيرها وغيرها وتايوان وغيرها. فلماذا يعني البعض المحللين يعني بين قوسين يتحدثون عن البراغماتية والمصالح عندما يتكلمون عن أمريكا والصين، وعندما يأتي الأمر على الجزائر أن تبحث عن مصالحها يبدأون في أنها ورطت نفسها والمعسكر الشرقي وغيره، رغم أنك كما تقول هي أصلا لم تنحاز إلى هذا الطرف. لا صحيح، لا هي لم تتحالف، لا يوجد مقومات التحالف. نحن نتحدث إعلاميا عن حليف استراتيجي وعن صديق، لكن التسمية الحقيقية هي شراكة استراتيجية، واليوم أصبحت شراكة استراتيجية معمقة. نحن لسنا في حرب حتى نكون تحالف. التحالف لديه مقومات، لديه أهداف، نحن ليست لدينا أهداف مشتركة مع روسيا ضد أي دولة كانت، بالعكس نحن لدينا شراكة تعاون. نحتاج روسيا في عدد من النقاط وعدد من المجالات حتى نلغي تلك الصورة القديمة الكلاسيكية والتقليدية أن العلاقة ما بين الروس والجزائريين هي علاقة عسكرية وصفقة أسلحة إلى آخره. لا، اليوم من خلال الوفد الذي رافق سيد عبد المجيد تبون في روسيا لاحظنا أنه هناك قطاعات أخرى كانت متواجدة، وعدة اتفاقيات سواء في العدالة، سواء في الثقافة، في الفضاء، في المؤسسات الناشئة، في التعليم العالي. روسيا ليست بالدولة الصغيرة، بالعكس هي دولة كبيرة تكنولوجيا، عسكريا، اقتصاديا، يجب الاستفادة منها وحتى نفتح المجال للمنافسة. أنا أعتقد أنه لا يمكن الحديث باسم رئيس الجمهورية، لكن أعتقد أنه رئيس الجمهورية لو وجهت له دعوة غدا إلى الولايات المتحدة سيتوجه إلى واشنطن دون أدنى. في نفس الوقت يعني نفترض بأن أنا قلت لك في السؤال السابق أستاذ بوهيدل أن البراغماتية والمصلحة الاقتصادية أصبحت تحدد ملامح الموقف السياسي بغض النظر عن الانحياز أو عدم الانحياز في يعني في حرب أوكرانيا مثلا باعتبارها هي الحالة المهيمنة، ولكن إذا كان كل البلدان تبحث عن مصالحها في المنطقة مثلا الجار الغربي
يبحث عن مصلحته حتى مع العدو، يضع يده في يد الشيطان مثلا. ثم تأتي أصوات من الداخل المغربي تحاول أن تنتقد هذا التقارب الجزائري الروسي، رغم أن الأقرب للواقع أنها تنتقد التقارب الصهيوني ومحاولة جلب العدو الصهيوني إلى المنطقة. لا هذه سياسة معروفة من عند النظام المغربي، أنه دائما يحاول تصدير أزمته الداخلية للخارج. هو يبحث عن أي شيء يخص الجزائر لأنه يرى فيها الشو الإعلامي بالنسبة لبعض المغاربة، حتى لا نقول لكل الشعب المغربي، لبعض المغاربة أنه هذه الأشياء تحدث. أنا شفت أمور مفبركة، يعني الحمد لله أنه الصور الحقيقية والفيديوهات الحقيقية لزيارة عبد المجيد تبوني لروسيا ما زالت موجودة. احنا شفنا حتى دوبلاج في عملية في بعض المواقع، يعني أرقتهم بالفعل هذه الزيارة، ولو أتتهم الفرصة لما قالوا يعني لا لفرصة مثل هذه روسيا. لا يجب أن نكون واقعيين، روسيا دولة كبيرة جدا، نحن متجهون إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. روسيا ستكون شئنا أم أبينا أحد هذه الأقطاب، رفقة الصين، رفقة ربما دول أخرى قد تظهر. الجزائر مرشحة لدخول البريكس، روسيا عضو مهم في البريكس. لا أدري أين الخلل في من يريد تشويه والتقزيم وتحجيم هذه الزيارة. أنا أعتقد أنه يكفينا الاستقبال حتى من الصورة من ناحية سيميولوجية، الاستقبال الكبير الذي حظي به ممثل الجزائر اللي هو رئيس الجمهورية، يعني هو استقبال للجزائر في روسيا. أنا أنصح هؤلاء جميعا، حتى بعض الإخوة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون من أجل الانتقاد. أنا أعتقد يكفي فقط قراءة التاريخ من اعترف بأول حكومة مؤقتة مباشرة بعد إمضاء اتفاقيات وقف إطلاق النار، وليس حتى الاستقلال. الاتحاد السوفيتي لم ينتظر حتى تستقل الجزائر في 5 جويليات 1962، ولكن اعترف بالجزائر وبالحكومة المؤقتة في مارس 1962، وساعد الثورة الجزائرية معروفة مسألة البواخر الأسلحة الروسية إلى آخره. وبعد الاستقلال بناء الجزائر كان من خلال مساعدة الخبراء الروس اللي كنا نشوفوهم في الشوارع لوقت يعني كبير، يعني عاشوا ما بين الجزائريين. لا هؤلاء أنا أعتقد يجب أن نسير مسيرة القافلة التي يعني لديها هدف ولا تبع بمن حولها. شكرا لك دكتور رضوان بوهيدل، الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.